بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد حمادة، Assistant Professor of Food Hygiene, Department of Food Hygiene and Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Sadat City, Egypt. إن شاء الله اليوم المحاضرة رقم 6 من سلسلة محاضرات الميت هيجين، وهي بعنوان الـ Animal Slaughter Part 1. Animal Slaughter هو بكل بساطة هو الـ Killing of the Animal. Usually domestic for domestic A, domestic livestock. ليه؟ For الفود، عشان عايزين منها الفود. في نفس الوقت اللي انا بعمل فيه انيمال سلوتر لابد ان انا اخد بالي من انيمال ويلفير، فانا بعمل بروتكشن للانيمال ويلفير ات سلوتر. ازاي؟ بان انا بعمل مينيمايزنج للبين للديسترس للسفرنج اوف ذا انيمال ات ذا تايم اوف ايه اوف كيلينج. يتم الكلام ده بان انا بعمل ريستنج للحيوان، وبعد كده بنقل الحيوان من الهولدنج بين اللي هو قاعد فيه لغايه ما يروح للستاننج بين او ستاننج اريا، وفي نفس الوقت براعي بان انا يكون ايه مينيمال ستريس للانيمال وللهاندلرز في نفس الوقت. لما بيروح بقى للستاننج بين او الستاننج اريا بيتم عمليه الستاننج له، والستاننج دي تتم لكل انواع الذبح ما عدا ريليجيوس ايه؟ ريليجيوس سلوتر او الريتوال سلوتر. بيتحقق فيها ايه؟ بيتحقق فيها الانسنسبيليتي او الانكونشسنس اللي هي المفروض تكون بدايه من الستاننج نهايه بالديس، يعني تبدا من الانيشيشن بتاع الستاننج مرورا بالسلوتر بروسيس مرورا بالبليدنج نهايه بالايه؟ بالديس. في طول هذه الفتره يكون الحيوان في حاله من حالات الايه؟ الانسنسبيليتي او الانكونشسنس. قبل ما اعمل الستاننج لابد ان الحيوان يكون في ريستريند، يعني مضبوط، بعمل انيمال ريسترينج اللي بيسهل لي الستاننج وبيسهل السلوتر وبيسهل الاوبريت وبيحمي الاوبريتورز اللي هو بروتكت الاوبريتورز وانشور الانيمال ايه؟ انشور الانيمال ستابيليتي اللي هي ضبط الحيوان، تأييد الحيوان، التحكم في الحيوان. الانيمال ستريند ممكن يبقى مانوال، ان انا اربط الحيوان بايدي مانوال هاندلنج، سواء في اوبن اريا او في بن، ماشي، بربط الحيوان، تمام، زي طرق الريليجيوس سلوتر زي ما احنا شايفين في الصوره كده، ان انا ممكن استخدم الطريقه المانيوال او ان انا استخدم بنز بقى ايه اوتوماتيك، يعني زي مثلا ايه سكويز كراش بن. السكويز كراش بن ده وان هولدنج الانيمال باي بريشر فروم سايدز ويوجوالي وان سايد موفز، بيدخل الحيوان من الباب ده، تمام، فروم ذيس دور، هنا الاوبريتور يقف على هذا الايه على هذا البلاتفورم، بعد كده بقفل الباب، نعمل عمليه الستاننج بالنسبه للحيوان، الحيوان خلاص اتخدر وقع، يبدا افتح له الباب ينزل من الايه من هذا الانكلايند بوزيشن، تمام، وممكن يبقى الشكل برضو بهذا الشكل، ان انا ازود بعض الاوبشنز زي مثلا ايه زي ان انا ازود حاجه تتحكم في الهيد، تتحكم في النيك، تمام، فبنسميها هيد اند نيك ريسترينت، سواء فيرتيكال او هوريزنتال، تتحرك فيرتيكال او هوريزنتال. الفلور بيبقى روبست قوي ونان سليب وضمب بيبقى مفرغ، السايد بيبقى ادجستبل وول تو ريتين الكافز. دايما الصناديق اللي زي كده يعني، وهذا النوع مثلا من الصناديق بيبقى ايه حوالي مثلا 100 هيد بير اور، ده بيستخدم للكاتل والايه والكاف. بالنسبه للكاتل ستاننج بينز في منها انواع مختلفه، ممكن استخدمها للستاننج بس او ريليجيوس سلوتر بس او الستاننج مع الايه مع ريليجيوس سلوتر. في منها الفاكوميا الابرايت والروتري بين. الفاكوميا والابرايت بين ديزاينز هاف اديشنال فيتشرز فور اكسترا ريسترينت، زي ايه؟ البيلي ليفت يرفع البطن من تحت، باك بوش حاجه تدفع من ورا، تشين ليفت يرفع الهيد من تحت، يرفع الهيد من ايه؟ من تحت. الفاكوميا ده هو اللي هو المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، هو بيلف 45 درجه، بيلف بالحيوان 45 ايه؟ 45 درجه. اهو زي ما احنا شايفين كده، في هنا التشين ليفت، هنا الروتري بن الروتيتنج، هنا بيبقى الروتيتنج بنسبه 45 درجه، البيلي ليفت بيرفع من تحت، تمام؟ هذا النوع اخوه بالظبط هو الابرايت، يزيد عليه بس الابرايت ايه؟ الابرايت كاتل سترين اللي بيبقى بس بيزيد عليه المونو ايه؟ المونو ريل كونفير، يعني في قضيب حيوان بيقف عليه بيتحرك بالحيوان، ده المونو ايه؟ المونو ريل، المونو ريل، وده بيتحرك 90 درجه، 90 ايه درجه؟ يعني بيبقى بيخلي الحيوان في وضع فيرتيكال، في وضع ايه؟ فيرتيكال بوزيشن. النوع الثالث اللي هو الروتري بن، وده تلت الانيمال بيميل بالحيوان 180 درجه، يعني بيخلي الحيوان ابسايد داون، وبالتالي يعتبر مور ايه؟ مور ستريسفول. انواع اخرى للانيمال ريسترينت اللي هو الفي تايب ريسترينت، ده بيعمل ايه؟ سسبند الانيمال ان افانل شيب اباريتس، بيبقى الحيوان واقف زي ما انت شايف كده في فانل شيب اباريتس، ضيق من تحت واسع من فوق، تمام؟ في نفس الوقت بيبقى في كونفير سيستم، يعني الحيوان بيركب على قضيب، القضيب بيتحرك بيه. النوع ده هو مشهور قوي في البيج والشيب، ولكنه احسن في الشيب عن الايه؟ عن البيج.
النوع اللي بعد كده بالنسبه للبيج اللي هو المونو ريل ريس ترينر. الحيوان في هذا النوع بيبقى فيه ايه؟ بيبقى موجود في استرادل بوزيشن، ده الاسترادل بوزيشن، يعني نايم على بطنه كده ومكلبش في الايه؟ في الكونفير سيستم او في المونو ريل اللي موجود. هذا النوع بنجد انه بيبقى فيه كونفير سيستم زي ما احنا شوف بيوديه لغايه البوينت اوف ايه؟ البوينت اوف ستانك، لغايه البوينت اوف ايه؟ اوف ستانك، ويز بوسيبيليتي ليس ريسترينت ليس ايه؟ ليس ستريس، بيبقى ليس ستريس عن الايه؟ عن النوع ده، بيبقى فيه وهو ناجح جدا في مع الايه؟ مع البيج. بعد كده لما اتحكمنا في الحيوان نبدا بعمليه الستانك، عشان الستانك يبقى افكتيف، عشان الستاننج يبقى افكتيف لازم الحيوان يكون ريسترينت. النقطه الثانيه ان الحيوان يكون انكونشس ايميديتلي، باستخدام الطريقه اللي انا بستخدمها يحصل له ايه؟ يحصل له انكونشس ايه؟ ايميديتلي. والانكونشسنس لابد انه يستمر حتى الديس اوف ذا انيمال زي ما احنا قلنا قبل كده. شود بي دان ويز باي باي تريند اوبريتيفز، الناس اللي شغاله تكون ويل تريند وفي نفس الوقت لا يسبب لهم خطر، وبالتالي لازم يكون ايه؟ سيف فور زيم، سيف فور ايه؟ فور زيم. دونت كوز كونتامينيشن اوف ذا ميت ويز اني هازارد، لا يسبب اي كونتامينيشن للميت بايه؟ باي شكل من الاشكال. طبعا دي طرق مختلفه للستانج واللي هناخدها دلوقتي تباعا واحده ورا واحده. اول حاجه بالنسبه للطرق بتاع الستانج اللي هي الالكتريكال ستانج، الاكويبمنت اللي يستخدم في الالكتريكال ستانج ماست بي كابابل اوف بروديوسنج ان افكتيف ستان فور ذا سبيشيز اند ذا سايز اوف ذا انيمال، يحقق لي 200 فولت او اكتر اللي هي بتعتبر يعني بتحقق بتستخدم فور تايم فور ا تايم اباوت يعني ايكوال اور مور ذان 3 سكندز تو كوز ايميديت انكونشسنس اوف ذا انيمال. ات مي بي ابلايد الالكتريستي ممكن تستخدم فور هيد اونلي او فور هيد اند ايه؟ فور هيد اند ايه؟ اند باك. الهيد اند باك دي بتسبب كيلينج اوف ذا انيمال، بتسبب الكيلينج اوف ذا انيمال عن طريق ان هي بتعمل ايه؟ كاردياك ايه؟ كاردياك اريست، بتعمل كاردياك ايه؟ كاردياك اريست. او ده هنا الهيد اونلي، هنا برضو الهيد اونلي، هنا برضو بنطقه الهيد في الايه؟ في الكاتل، مع ان ممكن الكاتل يبقى لها هيد وباك فقط في طرق اخرى يعني. ده شكل التونج اهون، ودي الايه؟ ده شكل الالكترودز، ودي التونج زي اللي بتتثبت في المكان اللي بتحط فيه على الايه؟ على راس الحيوان او على جسمه. الميكانيزم والساينس بتاع الافكتيف الكتريكال ستان، الميكانيزم والساينس بتاع الافكتيف الكتريكال ستان بتمشي ازاي؟ اول حاجه اول ما الحيوان نحط عليه هذا نستخدم له هذا الايه؟ هذا الالكترود وهذه التونج تتثبت ونوصل في الكهرباء يبدا يخش في حاجه اسمها تونيك فيز. يعني ايه تونيك فيز؟ الانيمال كولابس، يقع على طول، يبقى ريجيد نو ريزمك بريسنج، الفور ليجز اكستندد والهايند ليجز ايه؟ فليكسد انتو زي انتو ذا بودي. ده بياخد له من حوالي 10 تو 12 سكندز. النوع اللي بعد كده اللي هو بيسموه الايه؟ الكولونيك فيز، اللي هو مش النوع بقى، الفيز اللي بعده، يخش بعد الفيز ده هو الى الفيز اللي بعده باستمرار كميه الكهرباء اللي انا مديها له، يخش لي في حاجه اسمها كولونيك فيز. الكولونيك فيز ده بيبقى يحصل الحيوان يبدا يبدل برجليه وايديه، برجليه يبدا يحصل ان كنترولد كيكينج اور بادلينج موفمنت. بعد كده الاي يبقى في اي رول، تلاقي الاي عماله تتحرك يمين وشمال بسرعه، بيبقى في سلايفيشن، بيبقى في ايه؟ سلايفيشن. لو الحيوان ما اتدبحش في الحاله دي في الوقت ده بعد الفيز ده على طول مباشره، يبدا يخش لي في ايه؟ ان هو ممكن يحصل له ريكفري. فالكولونيك فيز في الامبليد او الانسلوتر انيمال ويل بي فولود باي ايه؟ باي ذا ريتيرن اوف ريزميك بريسنج، والانيمال في الحاله دي يحصل له ايه؟ ريكفري، يفوق. الحيوان في الحاله دي ايه؟ يفوق مره ثانيه. لذلك بنقول عشان نعرف ان الستاننج ده افكتيف ما بيبقاش فيه حاجه اسمها ايه؟ ريزمك بريسنج خالص. فغياب الريزمك بريسنج ده دليل كبير على ان الحيوان ده حصل له ان حصل له ستاننج مظبوط لغايه الايه؟ حصل له ايه؟ ستاننج مظبوط. وطبعا وغياب هذا البريسنج تماما من بدايه الستاننج لغايه الديس اوف ذا انيمال ده معناه ان ده افكتيف ايه؟ افكتيف ستاننج. ناخد الطريقه الاولى اللي هي الهيد اونلي. الهيد اونلي بنجد ان التونجس اللي هي دهيا التونجس في البيج والشيب والجوت والكافز، احنا بنتكلم على الهيد اونلي، شود بي فيتد ويز الكترودز ذات كونتين تو بارر روز اوف تيس، ادي التيس اهي، تو بارر روز اوف ايه؟ تو بارر روز اوف ايه؟ اوف تيس ذات ار شارب انف تو بنتريت ذا اوتر لاير اوف سكين اند تو انشور ذات ذا الكترودز دونت ايه؟ دونت سلايد following ايه؟ following initial contact، يعني تتثبت في جلد الحيوان كويس، وبالتالي thus maintaining the continuity of the current application، تديني استمراريه في توصيل التيار الكهربي للايه؟ للحيوان.
ده بالنسبة للإيه؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية الإكويبمنت اللي أنا بستخدمه لابد أن يكون مزود بإيه؟ مزود بفولت ميتر أو وأميتر. فولت ميتر وإيه؟ وأميتر. أميتر عشان أشوف الكمية اللي أنا بديها للحيوان وأتأكد أن أنا بديه الكمية المظبوطة من الكهرباء. الريكومندد مينيمم كارنت فور هيد اونلي ستاننج البيج بيبقى 1.3 امبير، الشيب والجوت 1 امبير، اللامب والكيدز بيبقى 0.6 امبير، الكافز 1 امبير، الكاتل بيبقى 1.2 امبير. المده بيبقى البيج والشيب والجوت بيبقى من 10 ل 20 ثانيه بالنسبه للتونيك فيز، الكولونيك فيز من 15 ل 45 ثانيه، الريكفري بيبقى من 30 ل 60 ايه 30 ل 60 ثانيه مده كل فيز فيهم. الكاتل بالنسبه للكاتل 25 ثانيه بالنسبه سكند 25 سكند التونيك فيز، الكولونيك فيز بيبقى 10 60 ثانيه، 45 ل 90 ثانيه بالنسبه للريكفري فيز. بالنسبه للكافز بيبقى فروم 8 تو 14 سكندز بالنسبه للتونيك فيز، اما الكولونيك فيز بيبقى من فروم 8 تو 28 سكندز، اما بالنسبه للكافز بيبقى 40 ل 70 سكند في الريكفري ايه في الريكفري فيز. بالنسبه لدي الطريقه اللي احنا قلناها دي اللي هي الهيد اونلي. اما الهيد تو باك الكتريكال ستاننج لها اسم تاني يقول بيقول عليها ايه، بيقولوا عليها ستاننج كيلنج. ليه؟ لان ما بيعملش ستاننج بس، ده بيعمل ستاننج وكيلنج للحيوان، لانه بيستخدم على منطقه القلب او على البودي وفي نفس الوقت على الهيد. تمام، في نفس الوقت على الايه، على الهيد. ايه اللي بيحصل؟ زي ما احنا شايفين كده الالكترودز اكستند الونج بوث البرين اند هارت، اهو دي بتبقى على الهارت ودي بتبقى على الايه، على منطقه البرين. سفيشنت كارنت to cardiac muscle will result in ventricular fibrillation then cardiac arrest، بتسبب لي cardiac ايه، cardiac arrest. مع الشيب بنجد ان head to back system must apply more than or equal 1 ampere using electrodes that are applied in front of the brain in line with the eyes and in the middle of the animal back. زي ما احنا شايفين في الصورة على الهيد اهون وعلى منطقه الباك، الكميه دي تبقى قد ايه؟ بتبقى حوالي 1 امبير او اكتر، 1 امبير او ايه؟ او اكتر. بالنسبه للبيج بقى زي ما احنا شايفين كده بالنسبه للبيج بنجد ان ان انيشال هيد اونلي ابلكيشن بيبقى حوالي 220 فولتس في الاول، يبدا يديله 220 فولت ايه على الهيد بس، بعد كده مباشره بعدها يخش ايه؟ يخش سيملتينيس ايه؟ هيد تو تشيست ابلكيشن 120 فولت للهيد وللتشيست مع بعض. That commences after the initiation of the head only ايه؟ of the head only stun. يعني بعد ما دي على طول تخش ال 120 للمنطقتين، وبالتالي دي تحقق لي الايه؟ تحقق لي الغرض المطلوب. بالنسبه للكاتل لها وضع خاص في موضوع الايه؟ في موضوع الستان كيلينج ده. الستان كيلينج في الكاتل بيبقى لها نظام خاص، يبقى لها بوكس خاص. فالالكتريكال ستان كيلينج اوف ادلت كاتل ماست بي كاريد اوت ان ا ستاننج بن ديزايند فور ذيس ايه؟ فور ذات بيربس. فبص تلاقي مثلا ايه، تلاقي فيه تي شيبد الكترود ده بيستخدم للنوز اللي هو ده في الوضع الريستنج وده في وضع التشغيل، وفي تشين ليفت بترفع من تحت، وفي كمان الكترود يستخدم للبريسكت من تحت تمام عشان الهارت، وفي واحد بيستخدم ورا الاذن كده بيستخدموا الايه، بيسموه النيك الكترود. يبقى في الكترود ورا النيك ورا الايرز لمنطقه النيك، وفي واحد للنوز وواحد للايه، للبريسكت. الثلاثه دول مالهم بقى؟ الثلاثه دول بيدوني فولتج حوالي 260 فولت. فالفولتج ان اكسس اوف 260 فولت شود بي ابلايد فيا الكترودز ذات ار كابابل اوف ديليفرينج. بتديني بقى، تديني قد ايه امبير؟ بتديني حوالي 1.2 امبير ايكوال اور مور ذان 1.2 امبير تو ذا هيد اند ايكوال تو اور مور 1.6 امبير تو ذا ايد تو ذا هارت. ده فين؟ في البوكس الخاص بتاعه اللي هو ده الشكل الطبيعي بتاعه، الشكل الطبيعي بتاع ادي النوز وادي البريسكت من تحت وادي اللي ورا الايه، اللي ورا الاذن زي ما احنا شايفين كده. ده بيحقق لي الايه، بيحقق لي الستان كيلينج اوف ذا ايه، اوف كاتل. ده نوع كل اللي احنا اتكلمنا عليه الالكتريستي. اما النوع الثاني اللي هو الموديفايد اتموسفير ستاننج كيلينج او بيسموه الماسك سيستم. ايه ده بقى الماسك سيستم؟ ده بنستخدم فيه هاي كونسنتريشن اوف جازز، ممكن كربون دايكسيد، ممكن نيتروجين، ممكن ارجون او ميكس منهم. ذا ميثود مي اولسو بي امبلويد از اكيلينج ايه، اكيلينج ميثود، بيستخدم لطريقه للقتل بتاع القتل الحيوان. ذا جاز اور جاز ميكشر يوز تو انديوس ان كونشسنس ماست نوت كوز افيرجن، ما تسببش نفور للحيوان، وفي نفس الوقت ايه، الديوريشن اوف اكسبوجر ماست بي لونج انف عشان تسبب ايه، الانيمال ايه، الانيمال ديس. الكونسنتريشن اوف جاز او جاز ميكشر يوزد
must be continuously monitored with warning that the gas should not fall below the correct concentration. يعني لازم اتابع على طول التركيز زي ما احنا شايفين كده بتاع الايه بتاع الغازات اللي عندي شاشات، واتابع زي ما ده بيتابع وده بيتابع عشان ايه؟ عشان التركيز ما يقلش عن الكميه المطلوبه عشان يتحقق غرض الايه غرض الموضوع اللي هو الايه اللي هو اللي يحصل ستاننج. طيب هاو تو ريكوجنايز افكتيف جاز كيلينج، ازاي اعرف ان الجاز كيلينج ده حقق المطلوب وان هو افكتيف؟ اول حاجه هو ان ذا انيمال اول ما الحيوان يسيب الغرفه الجاز تشامبر ات شود بي اوف اتس فيت، يقع على طول. جنرالي ريلاكسد اند ماست نوت ديسبلاي ريزمك بريس، ما فيش اي نوع من انواع التنفس موجود. الانيمال ماست نوت ريسبوند تو بينفول ستيميوليشن، اجي كده اغزه كده ببين بريك تو ذا نوس ما يتاثرش. عشان كده احنا قلنا قبل كده ايه ان فتره الانكونشسنس تستمر من بدايه الاستاننج مرورا بالبليدنج نهايه بالايه بالديس اوف ذا ايه اوف ذا انيمال. كل الماسك سيستم كل الماسك سيستم بتاع الغازات ده اللي احنا بنستخدمه ماست كيل ايه ماست كيل انيمال، ومع ذلك مع انه بيقتل الحيوان مع ذلك فور ميت كواليتي بيربوسز لازم نعمل عمليه الايه البليدنج لازم نذبح ماشي. زير نيكس ويل ستيل هاف تو بي ايه تو بي كات تو درين ايه تو درين ماتش بلاد، ليه؟ از بوسبل لان البلاد نفسه بيفسد الكركس لانه بيسبب نمو بكتيريا بسرعه وبالتالي يفسد الكواليتي بتاع الايه بتاع الكركس. فقبل ما اخش في اي فيرزر بروسيسنج لازم انا اعمل عمليه الايه النزف مظبوط ويحصل عمليه البليدنج ايه مظبوط. النوع الثالث من انواع الستاننج بتاع الحيوان اللي هو تخدير الحيوان او صعق الحيوان اللي هو الميكانيكال ستاننج. ايه هو الميكانيكال ستاننج؟ الغرض منه من ميكانيكال ستاننج هو ان انا اعمل ايه induction of immediate unconsciousness، ازاي؟ by administration of severe blow، ضربه جامده جدا to the head of the animal which must ايه last until ايه until death. دايما الاجهزه المستخدمه المنتشره الايام دي الميكانيكال ستاننج ديفايسز بيسموها الكابتيف بولت جانز، بنادق كده خاصه بالموضوع ده. كان بي ديفايدد انتو تو كاتيجوريز، بتتقسم لقسمين، واحده بتخبط وبتخرم يعني بيسموها بينيتريتنج، بتبقى كونكاسيف اند ايه اند بينيتريتيف. الانيمال في الحاله دي داز نوت يوجوالي ريكفر، ما بيفوقش منها خلاص بيموت تمام. اما النوع الثاني اللي هو بيسموه النان ايه بيسموه النان بينيتريتنج، ده بيعمل كونكشن اونلي، بيخبط فقط، بيخبط ايه بيخبط فقط. طيب وعشان كده بنقسمها الى ان نقول الكابتيف فولت ستاننج جانز دي في منها البينيتريتيف ومنها النان بينيتريتيف. البينيتريتيف في منها اللي بيشتغل بزناد وفي منها اللي بيشتغل كونتاكت تمام. واما النان بينيتريتيف النان بينيتريتيف هي تريجر اونلي، تريجر اونلي يعني ايه بزناد فقط. فالنوع الاولاني اللي هو بيسموه البينيتريتنج ادي النوع اللي هو الكونتاكت، ده النوع الايه الكونتاكت، وده النوع اللي بتريجر تريجر اهو زناد، لازم زناد تك يقوم جاي ايه يشتغل. اما ده بمجرد انه يلمس الحيوان يقوم جاي ايه يلمس الحيوان يقوم جاي هو ايه شغال وايه ويبدا يخبط الخبطه بتاعته. البينيتريتنج كابتيف بولت جانز are primarily used for stunning of cattle، يعني في الاول بتستخدم للكتل، لكن مع رغم ذلك they can be used for sheep goat big deer horses rabbits، ممكن تستخدم لكل دول، لكن هي في الاول خالص استخدمت للايه للكتل. ده النوع الايه البينيتريتنج، الصور دي لمين؟ للبينيتريتنج. اما هنا النوع اللي هو النون بينيتريتنج، النون بينيتريتنج ديفايسز رينجينج فروم اسليدج هامر زي مطرقه كده او زي شاكوش او مول الى ان تصل الى ايه مشروم هيدد كابتيف بولت جانز اللي بيسموها الايه النوكر اللي هي في الصوره دي. بيبقى ايه؟ بيبقى فيها النوكر ده هو النوكر ده اللي صورته ده هو هو الاونلي نون بينيتريتنج ديفايس ذات شود بي يوزد ان براكتس ذات شود بي يوزد ان ايه؟ ان براكتس. انلايك المانوال ميثودز على عكس المانوال ميثودز، يعني انا ممكن ايه واحد يقول لك انا طب ما انا بدل ما بخبطه كنت انا اخبطه بشاكوش من عندي وخلاص. لا انلايك المانوال ميثودز ات از ديزايند تو ابلاي ا كنترولد بلو تو ذا هيد of the of the animal. الأجهزة دي بتستخدم خبطة بقدر معين تحقق الغرض المطلوب لا زيادة عنه ولا أقل إيه ولا أقل منه ولا أقل إيه منه. should only be used for cattle، النوع ده بيستخدم للكتل بس اللي هو النون بينتريتف النون بينتريتف اللي بيدي كونكشن جامد ده. for effective mechanical stunning بقى عشان يتحقق الإفكتيف ميكانيكال ستاننج، أول نقطة ان الـ 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 يبقى في عندي كوريكت جان كاليبر، يعني العيار بتاع البندقيه يكون مظبوط، وفي نفس الوقت عيار او قوه الكارتليج الخرطوشه نفسها والطلقه نفسها قوتها تكون ايه مظبوطه. يبقى في كوريكت جان كاليبر اند كارتليج ايه سترينث شود بي يوزد. النقطه الثانيه
appropriate shooting position، لازم اضرب في المكان المظبوط. لازم اضرب فين؟ في المكان المظبوط. الجان لابد ان احنا نعمل لها مينتنس بشكل دوري في حاله ان هي ما بتشتغلش، يعني في حاله لما يكون ما فيش فيها شغل ما بنشتغلش بيها، لازم اعمل لها مينتنس بشكل ايه؟ بشكل دوري، عشان ما تجيش تعمل لي مشكله اثناء الايه؟ اثناء الشغل. ولما اجي اخزنها بخزنها بشكل ايه؟ في سيف بوزيشن، ستورد سيفلي وين نوت ان ايه؟ وين نوت ان يوز، نوت ان ايه؟ يوز. نيجي نتكلم على الشوتنج بوزيشنز بقى. الشوتنج بوزيشنز يعني ايه شوتنج بوزيشن؟ هي الاريا اوف ذا هيد وير ات ويل have a maximum effect in causing brain dysfunction. احسن مكان اقدر اخبط فيه الخبطه وتديني الايفكت مظبوط وتعمل لي برين ديسفانكشن مظبوط هو ده الشوتنج بوزيشن. بالنسبه للشوتنج بوزيشن عاده بيبقى في معظم الحيوان في منطقه الايه؟ الفرنتال اريا اوف ذا ايه؟ فرنتال اريا اوف ذا ايه؟ اوف ذا هيد. في حاله البنتريتنج ديفايس، في البنتريتنج ديفايس بالنسبه للكاتل بيبقى المكان فين؟ بيبقى عباره عن ايه؟ intersection of two imaginary lines drawn between the eyes and the center of the base of the ايه؟ of the opposite horn buds. اهو من العين للقرن، ومن العين للقرن نقطه الطلاقه هي دي نقطه الايه؟ اللي بنضرب فيها. ده فين؟ في البنتريتنج. اما النون بنتريتنج نفس الكلام، ولكن حوالي 2 سم فوق النقطه دي، 2 سم فوق النقطه ايه؟ فوق النقطه دي، او 20 ملم فوق النقطه ايه؟ فوق النقطه دي. تمام؟ ده بالنسبه للنون ايه؟ النون بنتريتنج. طيب بالنسبه للاذر انيمالز، في الشيب، بالنسبه للشيب اللي هي الهورند اللي لها قرون، في ريدج كده بتربط بين القرنين، في ريدج بتبقى تربط بين الايه؟ القرنين. الكابتيف بولت ديفايس شود بي بوزيشن اون ذا ميد لاين، في الايه؟ في الميد لاين، في الوسط بالظبط، ورا الريدج دي في الوسط بالظبط، ريدج بتوين الهورنز اند ايمد توورد ذا بيز اوف ذا ايه؟ اوف ذا تانج. زي المنظر ده بالظبط كده اهو، المنظر ده كده بالظبط ماشي. they must be، والحيوان ده اللي هياخد الخبطه دي هنا كده لابد ان هو بليد وزن 15 سكندز، يتذبح خلال 15 ايه؟ 15 ثانيه. اما بالنسبه للبولد بقى اللي هي ملهاش قرون، اللي ملهاش قرون اعلى منطقه في الراس فيرتيكالي اخبط فيها واضرب فيها. تمام؟ ده اللي احنا شايفين ده اهو. the device should be placed on the highest point of the head and aimed vertically. بالنسبه للجوت زيها زي الهورند ايه؟ زي الهورند شيب تماما، سواء كانت هي هورند او مش هورند، ولكنها زي الطريقه بتاعت الايه؟ الهورند ايه؟ الهورند انيمال اللي هي في الصور دي. طب بالنسبه للبيج، ذا ديفايس شود بي بليسد اون ذا ميد لاين 20 ملم او 2 سنتيمتر اباف ذا اي ليفل اند ايمد توورد ذا تيل اوف ذا انيمال. اهو زي ما احنا شايفين كده، بوجهها ناحيه التيل اوف ذا انيمال، وبيبقى فوق اللاين اللي بيربط بين العينين وبعضهم بحوالي 2 سم. ده بالنسبه للبيج العادي، الاحجام العاديه. الاحجام الكبيره بيبقى 5 سم فوق هذا الايه؟ فوق هذا اللاين، 5 سم فوق هذا الايه؟ اللاين، متجه ناحيه التيل برضه. وخلي بالك ان الكابتيف بولت جانز بالنسبه للبيج ممكن تعمل ايه؟ بتعمل سيفير كونفالجنز بالنسبه للايه؟ بالنسبه للبيج. طيب ايه اللي بيحصل مع الخبطه دي؟ اللي بيحصل مع الخبطه دي في حاله البنتريتيف، في البنتريتيف تايب ايه اللي بيحصل؟ with captive bolt devices used the correct shooting position، يبقى انا استخدمت الكابتيف بولت ديفايس بنتريتنج وفي الكوريكت شوتنج بوزيشن، بيحصل ايه؟ بيحصل ان البولت او الطلقه نفسها او الزومبرك اللي بيطلع من البندقيه ده هو بيعمل ايه؟ بيدخل في بنتريت الكورتكس، بنتريت الايه؟ الكورتكس اللي هي فين؟ اللي هي رقم واحد، الكورتكس بتاع البرين، ثم تصل الى الميد برين اريا وير ذا فيزيكال دامج كان بريفنت ريكفري. الفيزيكال دامج ده يمنع الريكفري بتاع الايه؟ بتاع الحيوان. وفي نفس الوقت مش بس كده، ده وهو الزومبرك ده داخل، او اللي هو بيسموه الايه؟ بيسموه الريكوبريتنج سليفز دي، دخلت وفي نفس الوقت بتخرج مره ثانيه، بتوصل حوالي 7.5 سم في المسافه اللي احنا قلنا عليها دي، وتخرج مره ثانيه ايه؟ ريتيرنت باك مره ثانيه. ده طبعا بيدمر الدماغ تماما وبيموت الحيوان ايه؟ فيها على طول. عشان يتحقق افكتيف ستان عموما بقى، كافكتيف ستان عموما في الانواع كلها، ريندرز يعني لازم الحيوان immediately unconscious، immediately unconscious، وفي نفس الوقت بيبقى ايه؟ insensible ايه؟ insensible to ايه؟ to pain. الساينس بتاعت الافكتيف ستان عموما بتبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه الحيوان كولابس اكسبتنج ايه؟ اكساجيريتد تونيك اكتيفيتي فولود باي جرادوال ريلاكسيشن، بعد كده ايه؟ انفولنتري كيكينج، بعد كده بيبقى نو ريزمك بريسنج،
فيكسد جليزد اكسبريشن اوف ذا اي، عين كده العين الزجاجيه تلاقي عين واقفه كده مثبته ومبرق، ده بايه؟ ده برضو من العلامات. نو كورنيال ريفلكس، تيجي تحرك حاجه قدام العين وما مفيش حركه. ريلاكس جو، يحصل ارتخاء للايه؟ ارتخاء للفك. والتانج هانج ايه؟ هانجنج اوت. والتانج هانجنج ايه؟ او دي علامات الايه؟ الافكتيف ستان عموما. طيب بعد ما نعمل ستاننج مظبوط تمام التمام خلاص، الحيوان لا اما يتذبح لا اما نعمل له ايه؟ بيثنج. طيب يتذبح دي هنعرفها كمان شويه، امال ايه البيثنج ده؟ وزود ايه؟ وزود ديلي تو بريفنت ايه بقى؟ عشان امنع الريسك اوف ريكفري، عشان امنع ان الحيوان يفوق مره ثانيه من الخبطه اللي خدها او من اللي حصل له في الستاننج، لابد ان انا اعمل بليدنج او بيثنج. طيب ايه هو البيثنج؟ البيثنج ده بالظبط كده هو انسيرتنج ارود ثرو ذا هول in the head made by the captive bolt, then push caudally through the brain to at least the level of the brain stem. على الأقل يوصل لغاية البرين ستيم. فين البرين ستيم؟ اللي هي رقم ثلاثة أهو، يوصل على الأقل لغاية منطقة البرين ستيم. يبقى أنا بعد ما وصل عند الكابتن فولت لغاية هنا ببدأ أخش في نفس الهول ده وأزق شوية لغاية ما أوصل للإيه؟ للثالث، لثلاثة، ده اللي هو البرين ستيم. طب إيه ده يعني بيعمل إيه ده بقى؟ بيسبب لي اول حاجه ماكسيمم برين دامج. انا كده وصلت للماكسيمم برين ايه؟ برين دامج بهذا الايه؟ بهذا الايه؟ الرود. وصلت لايه؟ عملت ماكسيمم برين دامج ينتج عنها فيرست فايولنت ماسل كونتراكشن، ولكن بعد شويه يحصل ايه؟ يحصل ان الريفلكس بتاع الماسل خلاص انهبيتد، خلاص ايه؟ انهبيتد. ده اللي بيتحقق، وبالتالي انا كده تاكدت ان الحيوان خلاص ايه؟ فايس تماما، تمام؟ كيلد تماما، خلاص؟ هنا بقى بالنسبه للسلوتر مشاكل النوع ده، هو مشاكل الموضوع البيسنج ده ان هي لو اطول من 60 سنتي بتعمل لي مشكله خطيره جدا، وهنعرفها في المحاضره القادمه ممكن، اللي هي ايه؟ مشكله ايه؟ حاجه اسمها السلوتر سبليد، مشكله من مشاكل الذبح اسمها سلوتر سبليد، تمام؟ هنعرفها فيما بعد. فدي ايه؟ لو كانت ايه؟ اطول من 60 ايه؟ من 60 سنتي. ده موضوع الايه؟ البيسنج. طيب نخش على موضوع البليدنج بقى، احنا قلنا نعمل بيسنج او بليدنج. طب ايه هو البليدنج؟ البليدنج اللي هو السلوتر اكت. طب ايه هو السلوتر اكت؟ اول طريقه فيه اللي هي الستيكنج، اللي هي الوخز، الوخز ماشي. ستيكنج فور ستاند ايه؟ فور ستاند انيمال، يعني الحيوان اللي انا عملت له صعق ده بعمل له عمليه ايه؟ ستيكنج. يعني ايه ستيكنج برضه؟ يعني انسيرت ا نايف ات ذا بيز اوف ذا نيك، في الموضع رقم واحد تمام، او كلوز تو ذا هيد اللي هو الايه؟ الموضع رقم اثنين. يبقى انا بعمل ستيكنج ايه؟ بغز الحيوان كده بالايه؟ بالسكين، لا اما في الموضع ده فين؟ في البيز اوف ذا نيك، او في الموضع ده اللي هو فين؟ كلوز تو ذا هيد. ليه؟ تو كات ذا مين بلاد فيزلز ات ايه؟ ات بوث، في الموضعين. السكينه لازم تكون كلين شارب سفيشنت لينث فور ذا سبيشيز اند ذا سايز اوف ذا انيمال. ايه تاني؟ فولوينج الستيكنج، بعد ما بعمل بقى الستيكنج الوخز ده، the animal must be allowed to bleed، لازم ادي الحيوان وقته انه يحصل ايه؟ bleeding to this before any further dressing ايه؟ dressing procedure، لازم يخش في موضوع البليدنج. ايه تاني؟ المينيمم تايم، اقل وقت محتاجينه بيبقى 25 ثانيه after sticking ايه؟ للبيج والشيب والجوت، يبقى محتاج 25 ثانيه يحصل فيها البليدنج، او 60 ثانيه اللي هي 60 seconds for ايه؟ for cattle and ايه؟ and deer. الستيكنج ميثودز بقى، الستيكنج ميثودز زي ما احنا قلنا الطريقتين اللي لسه متكلمين عليهم، اللي هم الموضع رقم واحد والموضع رقم اثنين، بينقسموا الى A وB وC. A وB وC الستيكنج ميثود. الطريقه الاولى اللي هي الثوراسيك، اللي هي في الموضع ده اهو، بتبقى عباره عن A وB. ازاي A وB؟ بعمل الاول كات في الجاجولار فارو، الجاجولار ايه؟ الجاجولار فارو، بعمل فيه كات الاول ات ذا بيز اوف ذا انيمال ايه؟ نيك. بعد كده بعد ما بعمل كات في السكين او في الفرو ده، ابدا ايه؟ with the knife pointed at the base of the breastbone and pointed toward the chest, insert the knife to sever the major blood vessels coming from ايه؟ from the heart. توضيح اكتر اهو، ايه؟ long initial skin cut زي ما احنا شايفين كده، بعد كده sticking point under the sternum، sticking point under ايه؟ under the sternum، ثم knife inserted into into chest in upward ايه direction، زي ما انت شايف ايد الراجل اهو بتغز لفوق، تمام؟ عشان يحصل ايه؟ عشان كل من الكاروتيد ارترز or the vessels close to the heart اللي هي البراكيوسفاليك ترانك and anterior vena cava from which they arise should be severed، should be ايه؟ severed
تتقطع الحاجات دي كلها، الكاروتيد ارتز مينلي والبراكيوسفاليك ترانك مع الايه؟ مع الانتيريور فيرا ايه؟ فينا كاف. اذا ده دي الثوراسيك ستيك. اما النقطه الثانيه اللي هي النيك ستيك اللي هي الموضع الثاني واللي هو ورا الهيد مباشره اللي هي رقم سي بقى. هنا بعمل ايه؟ انسيرت انسيرت انايف. انسيرت ايه؟ انايف في الموضع الاحمر ده. كلوز تو ذا هيد، كلوز تو ايه؟ كلوز تو ذا هيد. كات ثرو ذا نيك، اقطع خلال النيك. وخلي بالي ان ظهر السكينه يبقى ايه؟ يبقى ناحيه الايه؟ ناحيه السباين. يعني وذ ذا باك اوف ذا نايف اجينست ذا سباين. كات فورورد، كات فورورد واقطع لقدام، واقطع لايه؟ واقطع لقدام. عشان ايه؟ عشان اقطع لقدام. كات فورورد سيفيرنج اول سوفت تيشوز بتوين ذا سباين، اللي بين السباين اند فرونت اوف ايه؟ اند فرونت اوف ذا اوف ذا نيك. بقطع كل ده زي ما احنا شايفين كده، تم كده كل الايه؟ كل الفيزلز ار ايه؟ ار سيفيرد. طيب ريفيرز ذا بليد مره ثانيه، اعكس السكينه مره اخرى، يبقى رايح جاي يعني. ريفيرز ذا بليد اند كات باك اجينست ايه؟ اجينست ذا سباين. كات باك اجينست ايه؟ اجينست ذا سباين. This action will sever both carotid arteries and both jugular ايه؟ jugular veins. يبقى الكاروتيد ارتز والجاجولار فينز بتتقطع. احنا قلنا دلوقتي A و B و C. A و B و C. ال A و B بيمثلوا مين؟ الثوراسيك، الثوراسيك ايه؟ ستيك. اما C بتمثل مين؟ بتمثل النيك ستيك. الكاتل والكاف بيستخدم فيها A زائد B او C. ماشي؟ في الكاتل والكاف بنستخدم A زائد B او نستخدم سي بس، يعني لا اما استخدم A و B مع بعض، لا اما استخدم سي لوحدها، يعني لا اما في منطقه الثوراسيك بس او منطقه النك بس. طب البيج بنستخدم فيها البي فقط، البي فقط اللي هي مين؟ لو احنا رجعنا للشرحه السابقه هنلاقي ان البي دي هي ايه؟ هي على طول ما بعملش كات في الجاجولار فارو، لا انا بخش على طول بعمل ستيكنج مباشره، بعمل ستيكنج ايه مباشره، وبالتالي بتستخدم ايه؟ بي بي بس. اما الشيب والجود بتستخدم بي زي البيج لوحدها بس او السي. طبعا خلي بالك كل الكلام ده مش اسلامك، كل الكلام ده مش ريتوال، كل الكلام ده مش ريليجيوس، ده في الطرق الايه؟ الغير اسلامي، الغير اسلامي. طيب وده اهو، ده نفس كده، ده الشيب، ده الوضع بالنسبه لايه؟ الوضع بالنسبه للشيب تمام، ممكن يستخدم فيها واحد واثنين، اما الوضع بالنسبه للبيج ممكن بيستخدم فيها ايه؟ بيستخدم فيها النوع ده بس، وطبعا ما بعملش ايه؟ بغز مباشره، بعمل ستيكنج ايه؟ مباشره، بعمل ستيكنج ايه؟ ستيكنج مباشره. بالنسبه لي الريتوال سلوتر بقى، الريتوال سلوتر، كل اللي احنا قلنا عليه ده مش ريتوال، يعني مش ريليجيوس. اما الريليجيوس سلوتر بقى او اللي هو بيسموه الريتوال سلوتر، هو البراكتس اوف سلوترنج اوف لايف ستوك فور ميت ان كونتكست اوف ا ريتوال. يعني هنا في ايه؟ في قوانين واحكام شرعيه بتحكم اللي بيشتغل في الموضوع ده، زي الايه؟ زي طريقه الاسلام وطريقه اليهود وطريقه السيخ اللي هو المسلم جيوش والسيخ الثلاثه. هنعرف الكلام ده دلوقتي كل طريقه يعني. فبالنسبه للطريقه اللي الاولى اللي هي بيسموها الجيوش ميثود اوف سلوتر او بيسموها شخيتا، الجيوش ميثود ده هي اولا هم بياكلوا الروميننت الدير البولتري، ولكن ما بياكلوش نوت كونسيوم كامل، نوت كونسيوم بورك، نوت كونسيوم كارنيفورس، نوت كونسيوم ديد انيمالز، البري بيردز ايضا اللي هي الطيور المفترسه، بيفصلوا بين الميت والميلك، كمان البلاد ممنوع. الميت عموما عندهم ماست بي سلوترد and prepared in accordance with religious law for Jews for Jews. فالميت هنا بتبقى الذبح والتجهيز والكلام ده كله بيبقى حسب قوانين معينه، حسب قوانين دينيه معينه. اللي بيقوم بعمليه الذبح نفسها اللي هو الشخ الدون slaughter is carried out by an approved slaughter man. اشخ اوف ذا جويش ايه فيز، رجل دين، اللي بيذبح رجل دين. طبعا احنا ما عندناش في الاسلام الكلام ده، النقطتين الاخرانيتين دول مش عندنا في الاسلام، احنا عندنا ايه؟ عندنا اي حد يذبح بس يحقق يقول بسم الله الله اكبر ويذبح. هنيجي بقى نشوف بقى السكينه او الموضع الاول، وضع الحيوان، لا اما يكون واقف الانيمال يكون في ستاندنج بوزيشن، او يكون على ايه؟ على ظهره. يبقى لا اما يكون واقف الحيوان او يكون ايه؟ او يكون على ظهره، زي ما انت شايف كده على ظهره اهو بالنسبه للفرخه دي، هو هنا واقف. طيب ايه تاني؟ النايف نفسها بيبقى نايف اسمها الشالف، الشالف دي اللي هي المنظر ده الشكل ده اهو، دي سنجل ترانسفيرز كات، بيبقى في سنجل ترانسفيرز كات، سنجل ترانسفيرز كات لكل التيشوز والبلاد فيزلز اكروس ذا نيك يوزنج ايه؟ يوزنج ا فيري شارب
سبيشال نايف بيسموها الشلف. النايف دي has to be examined for its sharpness between each cut. يعني بين كل ذبحة والتانية تتأكد من الشاربنس بتاعتها، الحدة بتاعتها. في نفس الوقت الطول بتاعها مهم جدا، وبيبقى حوالي 16 انش 16 انش، حوالي 40 سنتي، يعني حوالي 40 ونص سنتي لونج فور ايه؟ فور كاتل. بعد الذبح an incision is made through the abdominal wall and a Jewish inspector feel at the arm length into the sorus. يجي راجل دين متخصص جيوش انسبكتور يخش يدخل دراعه ويشوف اي ابنورماليتي، اي بلورال اديجن اور اني اذر ساينس اوف ابنورماليتي. لو في حاجه ابنورمال بيعدم الايه؟ بيعدم الكركس كله، انتاير كركس از ايه؟ از ريجكتد، على اساس ان هي غير صالحه للاستهلاك. ان سام براكتسز، في بعض الاحيان ممكن الميت يحصل لها ايه؟ بورجنج او بورجد، يعني ايه؟ ريموف الفينز والنيرفز اند اذر فوربيدن تيشوز فروم فور اند هايند كوارتر. عملية الاسترينج بالنسبة للجيوش ميثود للطريقة اليهودية ممكن نستخدم الابرايت ايه؟ ستاننج بين، ممكن نستخدم المونوريل كونفير، تمام، ممكن ايضا يتم استخدام الفي شيب ريسترين، ممكن الفاكوميا، ولكن يعني يفضل ان الروتيتنج ايه؟ الروتيتنج بينز اللي بتلف ابسايد داون دي ماست بي افويدد، ماست بي افويدد. الاسترينج بتاع الانيمال يكون كويك، يكون شورت ديوريشن، والسلوتر كارد اوت ايه؟ كارد اوت ايميديتلي وذاوت ايه؟ وذاوت ديلي. دي عشان تذبح في الطريقه الايه؟ اليهوديه. اما بالنسبه للمسلم ميثود اوف سلوتر اللي هي الحلال سلوتر اكوردنج تو ذا اسلامك لو او الشريعه، انليس ذا حلال انيمال ار سلوتر ديليتوري، يعني اذا لم تذبح تبع الطريقه الشرعيه زير ميت اللحوم بتاعتها داز نوت بيكام حلال فور مسلم، ما تبقاش حلال للمسلم. The method of slaughtering in Islam is based on certain clear guidelines found in the Holy Quran and Sunnah and also the traditions practiced by Sahaba. يبقى إذن زي ما الصحابة ذبحوا وزي ما السنة قالت وزي ما القرآن قال بنبدأ نذبح. وبناء على ذلك هنجد إن في عندنا حاجات أساسية بيتحكم عندنا، مثلا الآية دي في سورة المائدة الآية رقم 3 بتقول لك في الأول خالص في صدر الآية كل انواع المحرمات الموجوده في الدين الاسلامي، الميته، الدم، لحم الخنزير، ما اهل لغير الله، المنخنقه، الموقوذه، المترديه، والنطيح، وما اكل السبع الا ما زكيته وما ذبح على الايه؟ على النصب، وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. طبعا يعني ممكن نفرد للكلام ده ان شاء الله يعني حلقه لوحدها، موضوع الكلام عن الناحيه الشرعيه يعني. ايضا مهم جدا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي يعلى شداد بن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم شوف الكلام فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. ادي الدين بتاعنا. وليحد احدكم شفرته، لازم تكون السكينه حاميه جدا عشان ما نخشش في حته بقى الجدل بتاع ده انتوا بتعذبوا الحيوانات ده انتوا لا لا، ما تكون حاميه خلاص الحيوان مش هيحس بحاجه، مجرد ما السكينه تبدا تشتغل انتهى الموضوع. وليحد احدكم وليريح ايه؟ وليريح ذبيحته. النبي اللي بيقول اهو ريح الذبيحه، شوف احنا عمالين نقول ريست ومش ريست وستريس والكلام ده كله، النبي قال لنا هذا الكلام. At the time of slaughtering, the name of Allah must be invoked by saying Bismillah, Allahu Akbar. لازم تقول بسم الله الله أكبر وتبدأ تذبح. Animals are restrained. لازم نعمل restraining للحيوان. But there are no specific religious regulations as to how this could or this should be done. يعني أنا بعمل بأيد الحيوان. أأيده إزاي مش فارقة، لكن في اليهودية لازم راجل دين ولازم حاجات معينة. فإحنا بالنسبة لنا لا، الدنيا سهلة خالص. تمام؟ following restraining، بعد ما بعمل restraining slaughter is achieved by ايه بقى؟ بايه؟ بطريقه، لا اما اذبح لا اما ايه؟ انحر. طب الذبح ايه؟ الذبح بعمل bilateral cut of the carotid arteries and jugular veins by an incision across the throat caudal to the larynx، ورا larynx زي ما احنا شايفين كده اهو، وابدا ايه؟ including بقى اذبح المين بلاد فيزلز مع الايه؟ مع الاسوفيجاس والتراكيه والنيرفس، وزود ايه؟ وزود the spinal cord cut من غير ما اقطع السباينال كورد، وتفضل الرسم متعلقه في الحيوان. دي ايه؟ دي الذبح او الذبح. تمام. اما الثانيه اللي بيسموها النحر، ودي اللي بنستخدمها في الجمال، بيبقى فين في الموضوع فين؟ او زي ما انت شايف كده عند البيز اوف ذا ايه؟ اوف ذا نيك، يوزد فور كامل سلوتر اند از دان باي كاتنج ذا كاروتد ارتريز ات ذا روت اوف ذا ايه؟ اوف كامل نيك. والكامل فرونت ليجز ار بنت
at the knee and ايه بتتنى رجليه وتتربط، تتنى وايه بتتنى وتتربط في المنطقه دي زي ما انت شايف كده، بتبقى الجزء ده ايه الجزء ده مربوط ماشي زي الافتر ايه تايد. البريسلوتال ستاننج may be an acceptable practice in western countries. ممكن يتم استخدام البريسلوتال ستاننج اللي هو ايه for export to Islamic countries، يعني يقول لك ممكن في الدول الغربيه ممكن يستخدموا الستاننج، ولكن اللي هو الهيد اونلي اللي هو بيدوخ الحيوان بس وبعدها يتم عمليه الذبح عشان يصدر للدول الايه الاسلاميه. الله الله ينفع الكلام ده؟ قال لك ينفع. الستاننج ميثود ماست نوت كيل ذا ايه ذا انيمال بيفور سلوتر، بس بشرط ان الستاننج ميثود ما تموتش الايه ما تموتش الحيوان، تخدره بس، تدهوله بس، تصعقه بس. Therefore الهيد اونلي، ولذلك الهيد اونلي الكتريكال ستاننج والكابتف بولت ستاننج مي بي يوزد، ممكن تستخدم. طيب في عندنا مشاكل او ادعاءات كومبلينت او شكاوى against the religious slaughter في الطريقه الاسلاميه about its ايه واليهوديه برضو about its effect ايه on animal welfare. ايه هي الشكاوى دي وايه الادعاءات دي؟ ان هو الموضوع ده يا جماعه stressful pre-slaughter handling، انه بيبقى فيه ايه بيبقى فيه ستريس على الحيوان جامد جدا في البريسلوتر ايه هاندلنج. الروتيتنج ايه زي الروتيتنج بينز مثلا اللي بتلف ابسايد داون دي، زي التاينج اوف ليجز، زي البلايند فولدنج اوف انيمالز، تغمي الحيوان تربطه تأيده ماشي، دي يقول لك ايه يقول لك يعني انتوا بتعملوا كده. طيب النوع النقطه الثانيه والادعاء الثاني اللي هو البوسيبيليتي اوف بين ديورنج نيك كات اند افتر ووردز، يعني ايه انت ده انت بتقطع الحيوان وهو صاحي ده بيحس بكل ما بيحسش بحاجه، هو مجرد ما يبقى السكينه حاميه خلص الموضوع، ولكن هو بيقول لك ايه النيك كات اون ايه اون كونشس انيمالز، ان انت تقطع الرقبه والحيوان حاسس وواعي ده كبيره جدا بالنسبه لهم. الوند ايدجز رابنج توجذر، وكمان الشفتين بتوع الجرح عمالين يجوا مع بعض رايحين مع بعض ويحتكوا ببعض، حاجه مقززه جدا هم بيقولوا كده يعني. بالونج اون كاروتد ارتريز، بيحصل بالونج في الكاروتد ارتريز يخش الهواء في 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 داخل الاوعيه الدمويه. ايضا من ضمن الادعاءات يقول لك ايه فاريشن في التايم to loss of unconsciousness after slaughter، يعني ايه يعني ما عندكش وقت محدد الحيوان بيفقد فيه الايه بيفقد فيه الوعي، لا ده ممكن ايه يقعد حيوان يقعد دقيقه حيوان يقعد دقيقتين وهكذا، لان كل حيوان بيختلف من الاخر، فيبقى في مثلا يحصل incorrect cuts، يحصل بالونينج في بالونينج في البلاد فيزز، الحاجات دي تعمل ايه تعمل امبيد بلاد يعني تتوقف النزيف وبالتالي تاخر من عمليه الايه من عمليه حدوث الانكونشسنس. كل دي ادعاءات بيقولوها، ولكن مع ذلك ومع هذه الادعاءات في ناس منهم وده مثال عليها مثلا زي البريستول يونيفرسيتي ستادي قالت ايه في دراسه كبيره عملتها، قالت ان الاسلاميك سلوترنج از ذا موست هيوماني ميثود اوف سلوتر اند ذات كابتيف بولت ستاننج اللي احنا بنستخدمها في البلاد الغربيه دي اللي هي الكابتيف بولت ستاننج براكتس ان ذا ويست بتسبب لي سيفير بين تو ذا انيمال. الله يعني اذا الموضوع ايه جدلي، في كلام كتير وده بيحتاج برضه لمحاضره لوحده عشان نقعد نتكلم فيه، ناس تقول اه وناس تقول لا وناس تقول يعني في موضوع جدلي ولازم نثبته بالادله، وده ان شاء الله ممكن نفرد له محاضره لوحده ان شاء الله خارج اطار المنهج يعني. الطريقه الاخيره في الطرق الدينيه اللي هي بيسموها السيخ سلوتر، اللي هي بيسموها ايه؟ بيسموها الجهاكتا ميثود، والطريقه دي السيخ ميثود از براكتسد مينلي اندر سيخيزم اللي هي ريليجيوس كريد يعني الجماعه السيخ، فاوند ان ايه بتبقى دايما موجوده في البنجاب وفي الهند. الانيمالز سبيشيز سلوترد في الطريقه دي اكوردنج تو ذا سيخ ميثود هي الشيب والجوت، لكن الكاتل حرام عندهم ان يذبحوا الايه الكاتل ولا تؤكل ولا ايه ولا تؤكل. طيب بتتم ازاي؟ بيثبتوا الراس زي ما احنا شايفين كده في الصوره دي، بيثبتوا الراس اجينست اوبجكت ويشد الرجلين من ورا ستريتشد باي باي هاند ايه باي هاند اون ذا اذر ايه اون ذا اذر هاند، بعد كده يبدا بسيف زي السيف ده كده سيف وليس سكينه سيف، وهي خبطه واحده فقط تطير الراس تماما من الايه شوبد، خبطه واحده قويه جدا ذا هيد از تشوبد اوف وذ ا هيفي شارب كاتلس باي سنجل ايه سنجل ستروك، خبطه واحده زي الراجل ده عامل كده يطير الراس خلص الموضوع. اذا عندنا طرق الذبح المختلفه الكتيره اللي احنا اتكلمنا عليها، لا اما الحيوان يبقى مصحصح لا اما الحيوان يبقى مش مصحصح،
يعني الحيوان بيبقى كونشيس او انكونشيس، حيوان بيبقى سيسيبل سنسيبل او انسيسيبل. الحيوان بيبقى مصحصح زي الاسلاميك ميثود، زي الجيوش ميثود، زي الجهاكتا ميثود او السيخ سلوتر. اما الحيوان بيبقى انسيسيبل او انكونشيس، اللي هي طرق غير الاسلاميه وغير الدينيه كلها، تمام. وهنا بقى بعمل ستاننج. الستاننج يا اما يكون ميكانيكال ديفايسز، واللي هي ممكن تكون نون بنتريتيف او بنتريتيف، تمام. اما النون ميكانيكال ديفايسز ممكن تبقى ايه؟ تبقى استخدام الالكتريستي، استخدام الكربون دايوكسيد، استخدام الانرفيشن، وهو ايه؟ النيك ستابنج. النيك ايه؟ النيك ستابنج. بعد الكلام ده كله نعمل حاجه الايه؟ نعمل الاكسانجوينيشن، اللي هي السلوترنج اوف زي اوف ذا انيمال. ده ملخص لكل طرق الاستن في جدول واحد او في شكل واحد يعني. طبعا ما دام عملنا الذبح لازم نعمل الايه؟ البليدنج، وهو الكاتنج اوف ذا مين بلاد فيزلز اوف ذا نيك in order to allow blood to drain from the carcass resulting in cerebral anoxia وبالتالي death of the animal. ده بالنسبه للطرق الغير ايه؟ الغير دينيه، لان الطرق الدينيه كده كده انا بعمل بليدنج. بنجد ان lack of oxygenated blood causes brain death. الدم لما بيخرج ويبقى ما فيش oxygenated blood يحصل brain death releases ويحصل ايه؟ السباينال ريفلكسز خلاص ما بقتش موجود، causing involuntary يحدث ايه؟ السباينال ريفلكسز تسبب انفولنتري اند فايلنت ماسل كونتراكشن. ماسل كونتراكشن رهيب جدا يخلص لي على الايه؟ كونتراكشنز سبسايد. بعد كده الكونتراكشنز تختفي الكتيره قوي دي. وانس سباينال فانكشن ديكاي، السباينال فانكشن ديكاي يعني خلاص الاعصاب مفيش اي سباينال ريفلكسز بتيجي من المخ ولا بتيجي من سباينال كورد. الماسل جلايكوجين يقل جدا، يحصل انيروبيك جلايكوليسيز. الماسل بيكام ايه؟ تو اسيدك نتيجه وجود اللاكتيك ايه؟ اللاكتيك اسيد. الشارب نايف شود بي يوزد، لازم يبقى فيه ايه؟ السكينه تكون حاميه جدا. البلانت نايف طبعا ويل بلورونج ذا انسيشن، هتطول موضوع الايه؟ هتطول موضوع الذبح اللي هي البلانت اللي هي المتلمه. اند ذا كات اندس اوف ذا ايه؟ اندس اوف ذا بلاد فيزلز ويل بي دامج، ويل بي ايه؟ ويل بي دامج. يبقى البلانت دي هتعمل ايه؟ تطول الانسيشن وتطول عمليه الذبح، تمام. والكات اندس اوف ذا بلاد فيزلز ويل بي ايه؟ ويل بي دامج، هتبوظ الدنيا في منطقه الذبح نفسها بالبلانت دي. This may cause clotting، وبالتالي طبعا نتيجة استخدام البلانت نايف يحصل ايه؟ يحصل clotting للبلاد، يحصل بلوكج للبلاد فيزز، وبالتالي يأخر موضوع البليدنج و and prolonging ايه؟ and prolonging the onset of unconsciousness. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وليحد احدكم ايه؟ شفرته، تمام. البليدنج شود بي على طول immediate after stunning for two reasons. ليه البليدنج لازم يكون مباشرة على طول بعد عملية الستانينج؟ لأن أنا لو طولت الفترة بعد الستانينج يحصل ايه؟ اول حاجه الانترفال بتوين الستاننج اند بليدنج شود بي كيبت فيري شورت، اقل من دقيقه. ليه؟ تو افويد الكونشيسنس ريتيرن، لان انا لو استنيت اكتر من دقيقه اكتر من دقيقه الحيوان يرجع يفوق مره ثانيه واخش في قصه ايه اكبر يعني. النقطه الثانيه ان تاخير الفتره بين الستاننج والبليدنج الديليد بليدنج دهيا والريزلت ان ان انكريز في البلاد بريشر. طبعا المضخه شغاله والضغط شغال جوه الجسم ومفيش مخرج، البلاد مش لاقي مخرج يخرج منه، فبيزيد الضغط جوه الايه؟ جوه جسم الحيوان، وبالتالي البلاد فيزلز يحصل لها ايه؟ رابتشر كوزنج ايه؟ بلاد ايه؟ كوزنج ماسل هيموريج، كوزنج ماسل ايه؟ ماسل هيموريج. طبعا هذا الاكسترا بلاد اللي بيفرقع جوه الجسم ده هو طبعا بيملى التيشوز اللي موجوده جوه في قلب التيشوز جوه في قلب المسلز، ويل كوز ذا ميت تو ديكومبوز مور كويكلي ريزلتنج ان ويست ايه؟ ويست اوف ميت. طبعا رابيد ديكومبوزيشن نتيجه وجود ايه؟ نتيجه وجود البلاد. اهميه البليدنج ايه؟ يعني ليه الناس في ده مهم؟ اول حاجه لانه الدم نفسه يعني اول حاجه it enables the human death of the of an animal، يعني لان اهميه الذبح نفسها وقطع ده ان انا ده بيسهل لي ان انا احقق الهيومني الطرق الادميه في الذبح للحيوان. الحاجه الثانيه it is important for meat، مهم جدا للكواليتي بتاع الميت والكاركس كواليتي والميت acceptability، ما ينفعش الناس تاكل ايه؟ لحمه مدممه يعني. incomplete bleeding بيسبب لي excessive retention of blood in tissues وبالتالي result in unacceptable blood. unacceptable ايه؟ blood and the early spoilage of ايه؟ and the early spoilage of ايه؟ of meat. وجود البلاد ده يعمل لي early spoilage of ايه؟ of meat. البلاد طبعا ممنوع شرعا في شرائع دينيه زي اليهوديه والاسلام، وبالتالي البلاد is forbidden by religion.
of air of some consumers, and thus the efficient drainage of blood is critical for consumption of ايه of the resultant ايه meat. هنا نقطة مهمة جدا، اما باجي اذبح الحيوان توزيع البلد اللي البلد بيبقى توزيعته ازاي لما بذبح الحيوان؟ بيخرج اول ما بذبح الحيوان بيخرج 50 ل 65% من الدم، بيخرج خلاص من from 50 to 65% بيخرج. طبعا البلد لوست ديورنج دريس اثناء الدريسنج والايفاسيريشن اللي هنعرفهم بعد كده في المحاضره اللي جايه، اثناء الدريسنج والايفاسيريشن بيفقد الجسم بتاع او الكاركس بتفقد حوالي فروم 10 تو 4 تو ايه تو 15% 10 ل 15% بتفقد اثناء عمليه الايه الايفاسيريشن والدريسنج. تمام. اما البلد اللي هو يبقى في الاوفلز وفي السكن وفي الهايد بيبقى حوالي كميه البلد اللي بتبقى في الاوفلز اللي هي زي الليفر والكيدني والكلام ده والسكين والهايد بتبقى حوالي فروم 15 تو 20%. الكمية بقى التي لا تخرج وتفضل في الماسلز نفسها بتبقى حوالي فروم 1 تو 4%، يعني كمية الدم اللي بتفضل ريزيدوال بلاد في الماسلز نفسها بيبقى فروم 1 تو 4 ايه فروم 1 تو 4%. يبقى 50 ل 65% بتخرج من الجسم، 10 ل 15% بتفضل موجودة بتخرج ايضا اثناء الدريسنج والايفاسيليشن، 10 من 15 ل 20% بتفضل موجوده في السكين والهايد والاوفلز، 1 ل 4% بتفضل موجوده في الماسلز. يبقى اذا هم دول بس النقطتين اللي تحت دول اللي هم الواحد لاربعه يعني خمسه وحوالي 25% بتفضل ايه؟ بتفضل متوزعه في الايه؟ في الكاركس. دي توزيعه البلد بعد عمليه الايه؟ بعد عمليه البليدنج وقطع الاورده والشرايين عشان الدم ايه؟ الدم يخرج. الفاكتورز المهم في مجموعه فاكتورز مهمه جدا للافشنسي بتاع البليدنج، عشان يحصل بليدنج افشنت بليدنج في بعض الفاكتورز اللي بتتحكم في هذا الموضوع. ايه هي؟ اول حاجه الكاردياك اريست. طبعا الكاردياك اريست مصيبه طبعا ات ستاننج اند ات ذا ستارت اوف بليدنج ويل سلو ذا ريت اوف ايه اوف بلاد لوس. المضخه وقفت خلاص، فدي مشكله كبيره جدا. النقطه الثانيه البلاد فيزلز سيفير، طبعا اولويز اولويز بلاد ليفت ان سمول ايه ان سمول كابيلرز. طبعا كل ما يبقى البلاد فيزلز السيفير دي كتير كل ما يخرج بلاد كتير. تمام. السايز والبيتنسي بتاع الستيكنج ووند، كل ما الستيكنج ووند يكون مظبوط اللي هو مكان الذبح نفسه يكون القطع مظبوط والحجم مظبوط بتاعه وتمام التمام، كل ما يبقى فيه البليدنج افضل. ايضا الاورينتيشن بتاع الحيوان، الحيوان لما يكون متعلق لما غير لما يكون هوريزنتال، طبعا متعلق هيفقد دم اكتر، فالاورينتيشن بتاع الكركس مهمه جدا. الفاز دايليتيشن الفاز كونستريكشن في بتاع البلاد الكابيلاري ايه الكابيلاري بيد، كل ما يكون الكابيلرز فيها فازو دايليتيشن بيخرج البلاد كويس، فازو كونستريكشن طبعا البلاد بيقل شويه في الخروج. الكولونيك اكتيفيتي اللي هي الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاع الماسك، كل ما كان فيه كونتراكشن وريلاكسيشن كويس، كل ما كان في سكويزنج للبلاد فيزلز كويس، كل ما البلاد بيتحرك ويخرج من الايه من الستيكنج ايه ووند. وكل ده بيعتمد على ايه صحه الحيوان في الاول وفي الاخر. الديوريشن بتاع التايم او الديوريشن او التايم بتاع البليدنج، المده اللي بياخدها الحيوان عشان يعمل بليدنج، كل ما المده دي تبقى كويسه كل ما ايه كل ما بيخرج بلاد بشكل افضل. الدريسنج بروسيديوز، كل ما يبقى فيه دريسنج جيد كل ما يبقى فيه ايه اللاو الايه للخروج بتاع البلاد جيد. صحه الحيوان كل ما تبقى كويسه كل ما يبقى البليدنج ايه افضل. البريد بيختلف من نوع لنوع، بيختلف البليدنج من بريد لبريد اخر. الاستريس، كل ما يبقى فيه ستريس كل ما يقل الايه يقل البليدنج. اللايف ويت، وزن الحيوان، في دايركت ريليشن ولكن ده بالنسبه للماسلز فقط مش للفات، ماسلز فقط. فاللايف ويت كل ما يبقى الوزن كويس وزن زياده مش حيوان ايماسييتد يبقى يحصل ايه بليدنج كويس. السكس بنجد ان الفيميل بتبقى البليدنج فيها افضل من الميل. الهيدريشن ليفل، كل ما يبقى الهيدريشن ليفل في الحيوان جيد كل ما يبقى البليدنج ايه يحدث بشكل ايه بشكل جيد. واشكركم شكرا جزيلا وعذرا على الاطاله، وان شاء الله نلتقيكم في محاضرات قادمه، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.